عندنا برضو أسئلة كتيرة محيرة. طبعا احنا عارفين انه سوق السيارات ارتفعت فيه الأسعار بشكل جنوني جنوني، يعني أحيانا ما لهاش علاقة حتى بالسعر العالمي، وليها علاقة بالتقدير، ولسه الأوفر برايس موجود والموضوع فيه مشاكل. لكن الغريب انه حالة الانفلات دي برضو، يعني ناس كتير كانت بترجع للمستعمل كنوع من أنواع البدائل في ظل هذا التوقيت. المشكلة بقى اللي حاصل كمان في سوق المستعمل، لأنه الأسعار برضه الناس بدأت تقول إن هي بدأت تصل لمستويات قياسية ومش مفهوم ده ليه، يعني عربيات مستعملة. وأنا يمكن حتى بشكل شخصي وناس كتير معارفنا بدأوا برضه يسألوا التساؤل ده، ليه أسعار المستعمل زاد بهذا الشكل؟ هل ده نوع من أنواع الاستغلال؟ هل في حاجة تانية بتحصل؟ طب إيه علاقة ده بالدولار؟ طب ما ده مستعمل وعربيات بقى لها 10 15 سنة وأسعارها عالية جداً. احنا نسأل الأستاذ خالد سعد أمين عام رابطة تجار السيارات، أكيد هو عنده معلومات أدق مننا. أهلا بيك يا أستاذ خالد، منورنا. يعني فندم حسام بيه ده حضرتك، أهلا بيك والسلام. أهلا بيك. يعني كنا بنبص لسوق المستعمل على أساس إن هو ملجأ في حال جنون الأسعار الكبيرة اللي احنا شفناها، مظبوط. لكن الناس بتقول إن سوق المستعمل بقى برضه في منطقة غريبة جدا. طبيعي، ما هو اللي بقى حضرتك الأسباب، ما هو الأسباب واضحة جدا يا حسام بيه، بتكلم حضرتك يعني ومن التقديم اللي حضرتك قدمتها. العميل النهارده عشان ينزل يشتري عربيه بالاسعار المغالى فيها والغير حقيقيه او الغير مطابقه للواقع الحقيقي، فالنهارده لما ينزل يشتري عربيه بمليون جنيه مثلا افترض على اسوء الظروف اللي كانت ب 300,000 او 400,000، ينزل يلاقي سعرها مليون جنيه، حضرتك تتوقع ان هو ده عشان ينزل يبيع عربيته المستعمله هيعمل ايه؟ ما لازم يقلل الفرق ما بين العربيه المستعمله والعربيه الجديده. فبيعلى سعر العربيه المستعمله على قد ما السوق بتاعه يستحمل، وعشان يحاول يقلل من حجم المبلغ اللي هيدفعه فرق ما بين العربيه القديمه والعربيه الجديده. فشيء طبيعي ده ده شيء طبيعي. لكن هل في اي شيء غير طبيعي؟ يعني البعض قال بعض الاشارات انه في ناس اتجهت لشراء المستعمل بكميات كبيره والمتاجره، يعني قدر برضو من يعني عمليه تشبه العمليات الاحتكاريه شويه حتى في السوق المستعمله. بعض قال انه في ناس بتتجه لغسل الاموال ربما في قطاع السوق المستعمل، يعني الى اي مدى؟ بص الكلام ده طبعا الكلام هو صعب شويه تحقيقه، لان انت النهارده عشان نقول ان هو بيتاجروا بالاموال عشان يشتروا عربيات مستعمله ويتاجروا فيها، الكلام ده لا مش مظبوط. ممكن اوافق حضرتك في ان انت النهارده العميل، بعض الناس اللي بتكون احنا بنسميها العميل التاجر، العميل التاجر ده اللي هو ايه؟ هو معاه فلوس، فالنهارده لو حطها في البنك مش هتحقق له الارباح اللي ممكن تحققها له لما يشتري عربيه او عربيتين ويتاجر فيهم ويبيعهم ويكسب فيهم. اصبح النهارده ده موجود، ده بالفعل موجود، اصبح النهارده اللي هو العميل التاجر اللي هو ما فيش حد بيراجعه في ضرائب، ما فيش حد بيراجعه في مثلا في مرتبات، في مصاريف كهرباء، ميه، يعني بيجيب عربيه ويركنها اسبوع اسبوعين ويبيعها ثاني، ده مقبول. لكن يدخلها في حته بقى ان هم الناس بتتاجر بمساحه عشان رأس اموال معينه والتعامل في الفلوس. يعني حضرتك بتشير ان ناس كتير دخلت التجاره من مواطنين. مظبوط. ودي حقيقة على فكرة، أنا أعرف ناس كتير قوي اتجهوا للموضوع ده، لأن أنت كل واحد بيبيع بمزاجه الصراحة، ما هو ما عادش في رابط ولا ضابط في القصة دي. ما تقدرش تحكمها، لأن أنت النهاردة لو إحنا دولة مؤسسات، أنت النهاردة لو حضرتك دخلت في الشركات أو الموزعين أو التجار أو أيا كان، في قانون بيحكمها اللي هو موضوع إن حضرتك فواتير وموضوع المستندات. لكن أنت النهاردة لو تحت شعبية من عميل مثلا عرض عربيته في السوق بيبيعها، ما بيطلب انت ما بتطلبوش بفاتوره، ما بتطلبوش مثلا ان انت حضرتك مثلا ان هو يجيب حد يقف على العربيه يبيعها او يحطها في معرض معين، فده بالعكس ده بيحط بيعمل اعلان على السوشيال ميديا وانت حضرتك بتروح له وتشوفها وتشتري وتكسب وهو يكسب وتبقى الدنيا تمام. طب سؤال تاني، هو العربيات متوفره ولا برضه في نقص في الجديد؟ لا في نقص طبعا، في نقص كبير طبعا، وعشان كده الاوفر برايس لسه متوحش. هو هي مش عايز اقول اوفر برايس قد ما هقول ان العربيات سعرها مغالي، زي ما حضرتك اشرت ده في كلامي ان الاسعار مغالي في قيمتها، لكن هي ما فيش حاجه اسمها اوفر برايس. اصل المشكله انه في، يعني انا سال يعني بالصدفه كنت بسال في سيارات زادت 4 أضعاف ثمنها. مظبوط. ده طب ليه 4 أضعاف ثمنها؟ يعني برضو هو اقول لحضرتك هي زادت 4 أضعاف سعرها، لان طبعا السعر نفسها مش موجود، ما فيش استيراد، ما فيش فتح اعتمادات، ما فيش تحويلات، فاصبح المعروض قليل جدا ضعيف جدا، فالعميل العميل او الموزع او التاجر او الوكيل اللي عنده عربيه بيعرضها لاعلى سعر، بيتقدم لها بقى بدل مثلا الواحده بيتقدم لها 100. فده اللي معلي انه في طلب كتير والمعروض قليل جدا، مع ان المفروض في التوقيت ده انه الطلب بيقل، يعني على اعتبار انه الاسعار عاليه فالناس تستقر شويه لغايه ما نشوف الدنيا رايحه فين. الملاحظ انه في رغبه في الشراء، يعني
طبعا في حضرتك مواسم على مدار السنه، في مواسم احنا كمان داخلين الموسم ده طبعا اللي هو بتاع كل بقى الامتحان بعد كل الامتحانات والصيف، وفي ناس بتبقى راجعه من مثلا من الخليج في اجازات وبتاع، فده موسم بتاعها. فتبص تلاقي حضرتك ايه، ناس بتبقى بتتكلم على الشراء عشان يجيبوا عربيه عشان يخشوا بيها في المصيف او يروحوا بيها الجامعه او ايا كان. مفهوم. فطبعا الناس بتتكلم من دلوقتي، فالعرض قليل والطلب كتير، فشيء طبيعي ان الناس كلها العربيه، ان اي واحد النهارده بيلاقي عربيه باي سعر بيشتري ايا كان. مفهوم. أنا بشكر طبعا حضرتك شكرا جزيلا أستاذ خالد سعد، خبير أسواق السيارات.